ده الأستاذ نهاد حجاج طبعا، المحامي الشهير. أستاذ نهاد برحب بيك. الو، السلام عليكم. ازي حضرتك، عامل ايه؟ الله يخليك استاذ اسلام، تحياتي. أستاذ نهاد، يعني هل هيكون في انتخابات للأندية في ظل الأحداث المتلاحقة خلال الفترة الأخيرة في الأندية والاتحادات، ولا ممكن يبقى في انتخابات في بعض الأندية وانتخابات تتأجل في يعني في أندية تانية؟ هو زي ما انا قلت لك قبل كده في الحلقه السابعه استاذ اسلام، الانتخابات ماشيه في كل الانديه، ده في انديه مجالس ادارتها استلمت انديتها. هي المشكله الوحيده اللي انا شايفها يعني هي مشكله الاتحاد المصري لكره القدم، عشان بدانا غلط فلغايه دلوقتي مش قادرين نطلع من القرار الاولاني ان هو اتحاد الكوره ما وفقش اوضاعه مع صدور قانون الرياضه. الاتحاد الوحيد اللي على راسه ريشه لم يوفق اوضاعه في 2017 وما عملش جمعيه واعتمد لائحته. من هذا التاريخ صدور قانون الرياضه في شهر 5 2017، وحتى الان احنا بندور في دايره عدم احترام قانون الرياضه، لجنه بتسلم لجنه. طبعا فين بقى الجمعيه العموميه؟ عددها كبير، عددها صغير، ما لهاش اي صلاحيات. للاسف الاتحاد الكره بيدار بلجان، مع ان كان في مجلس منتخب لغايه ماتش جنوب افريقيا في الامم الافريقيه، وبعد كده خدنا مدير تنفيذي ثم لجنه ثم لجنه. ولابد، انا قلت الحل ان يتم الدعوه لاجتماع جمعيه عموميه في موعد اقصاء الدعوه 31/10 على لائحه النظام الاساسي اللي معتمده في 2017. غير كده مفيش حلول، لان انا شايف ان الوقت ضيق جدا، باقي 10 ايام وخلاص. هنضطر نستنى بهذه اللجنه، او ننتظر بهذه اللجنه لغايه الاربع اشهر التاليين للسنه الماليه القادمه، يعني 1/7/22. لان قانون الرياضه مادته واضحه بتقول لازم يتم الدعوه لانتخابات الانديه والهيئات في الاربع اشهر التاليه للسنه الماليه، اللي اخرهم 31/10 الاحد بعد القادم. وبالتالي انا مش شايف اي مشاكل، والكلام اللي اثير على فكره تاجيل انتخابات الانديه ملوش اساس خالص، لان كمان كان من يومين كده موضوع بتاع لجنه الشباب في مجلس الشعب كان اثير كلام ان في انتخابات. ده بيتكلموا على حاجه ثانيه، يعني في مشروع قانون رياضه بيتكلم في فكره ان احنا عايزين نوسع الدايره بتاعت الاربع اشهر، او نعمل استثناءات في حالات معينه لو خرجنا بره الاربع اشهر. ده مشروع قانون سوف يناقش ويطلع للجنه العامه ويعتمد، يعني قدامه 7 8 شهور لو نوقش بكره. وبالتالي في ناس خدت مواد من المشروع دي وقالت ان ممكن الانتخابات بتاعت الانديه والاتحادات تتاجل. مفيش انتخابات ستؤجل في اي حاجه سوى هو الاتحاد المصري لكره القدم، عشان بدا غلط. عشان بادئ غلط، هو كان ماشي زوجي، هو كان منتخب في 16. لما جه 17 كان المفروض يبقى عنده مجلس جديد في 17 بعد اللائحه، هو ما عملش كده الوحيد. فعشان كده مفيش اي كلام على تاجيل اي انتخابات لاتحادات او انديه سوى الاتحاد المصري لكره القدم، وانت عارف ان الكوره هي اللي يعني بتاخد الكل، يعني في طيب اتحادات كتير فيها مشاكل، لكن الكوره نفسها هي اللي بتجذب اراء الناس وبيهتموا باتحاد المصري لكره القدم. طيب عشان كده الناس بتقولوا في تاجيل انتخابات، لا، هو ما فيش تاجيل انتخابات في اي اتحادات او انديه سوى الاتحاد المصري لكره القدم. طيب استاذ نهاد، يعني هو الكلام اللي طلع او اللي تردد بخصوص تاجيل الانتخابات الخاصه بالانديه او الاتحادات، ما تردد كان يمكن علشان البعض قال ان ممكن يتم الانتظار لحين التعديلات اللي هتجرى ممكن على قانون الرياضه الجديد، بحيث ان احنا ما يكونش في جدل بعد كده، ما يكونش في لغط كبير. فكره ان كل نادي ليه لائحه مستقله، وهي برضو من الامور الغريبه شويه ان كل نادي ليه لائحته المستقله، فتلاقي نادي مثلا عامل نائبين زي كان قبل كده نادي الزمالك، تلاقي نادي تاني ماشي بنائب واحد، تلاقي مش عارف. فممكن فطبعا اللوائح المستقله لكل نادي على حده عامله ازمه. فهل كان تردد ان ممكن يكون في تعديلات مثلا على بعض البنود الخاصه بقانون الرياضه فيكون اتفضل. بص يا استاذ اسلام، احنا بس اتكلمنا في فكره ما بين حاجتين، الجمعيات العموميه للانديه والاتحادات، هل الجمعيات دي مثقفه وعندها استعداد ان هي تبقى ليها السلطه العليا وتجيب الناس اللي هي شايفاها تدير ومقاليد الامور لمده 4 سنوات؟ عندنا مشكله في ثقافه الجمعيات العموميه على مستوى الجمهوريه، لكن
انت مش في معزل عن المؤسسات الدوليه، كويس؟ المؤسسات الدوليه بتقول مش عايزين تدخل حكومي في اداره الانديه، في الاشراف الاداري لا، انت الاشراف المالي ده مال عام اشرف عليا 200 سنه، وعندك 7 جهات رقابيه منصوص عليهم في اللائحه الماليه، دي قصه. القصه كلها فكره ازاي انت تبلور حاجه، لائحه ما يكونش فيها تدخل، والجمعيات العموميه تدير شؤونها برقابه ماليه من الدوله، هي دي القصه. عشان كده انت ممكن تعدل القصه دي وتعرضها على المحكمه الدستوريه، عشان بعد كده ما تتعارضش مع الماده 84 من الدستور، لان ممكن تنسف قانون الرياضه كله. المشكله كلها دلوقتي ان انت لسه في مرحله انتقاليه للموضوع بتاع الجمعيات العموميه، مش تقدر تدخل دلوقتي وتقوم مطلع قانون في ربع ساعه وتقول فيه يلا نخلي اللجان تمسك الانديه، مش هينفع، هيبقى المشهد عبثي. ليه؟ مين اللي هيدير دلوقتي؟ يعني في لائحه بتقول لو المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط، دي في اللائحه الاسترشاديه، في الاسماعيلي موجود كده، في لائحه ثانيه في الزمالك كانت موجوده بيقول لك رجال القضاء في حاله عدم انعقاد النصاب، في النادي الاهلي كذا، في النادي المصري كذا، ده برضو انا متفق معاك، لكن ده مش ما يخليش او يبقى في رد فعل ان احنا نوقف الانتخابات كلها على مستوى الجمهوريه، لان كان المفروض لو في رؤيه على المشرعين والقائمين على الامور كان الكلام ده يبقى قبل الانتخابات بسنه. هنعمل مرحله انتقاليه، لكن انت جاي تفكر في تعديل قانون الرياضه اثناء تسليم مجلس لمجلس، مرحله خطيره جدا. فبالتالي اللي انا شايفه الانتخابات هتبقى في الانديه 4 سنوات، قانون الرياضه ياخد وقته عشان ما يصدرش على عجل زي قانون الرياضه بتاع 17، عشان احنا اتكلمنا في باب الاستثمار، اتكلمنا في مركز التسويه والتحكيم، في عوار كتير لابد ان يتم تداركه وتلافيه، فلازم ياخد وقته، يبقى في حوار مجتمعي، الادارات القانونيه في الانديه تيجي تحضر الحوار المجتمعي، الهيئات، الانديه، كله يبقى في حوار، وياخد القانون وقته عشان ما يتعارضش مع الدستور، وفي نفس الوقت الدوله يبقى ليها اليد العليا في الجانب المالي. ده هياخد وقت، هياخد سنه، هياخد 2، في الوقت ده هتلاقي لجان مدير انت شايف اللي بيحصل في الزمالك، لجان لجان لجان، في الاخر احنا مع الاستقرار ان يبقى اللي بيدير النادي او الاتحاد هو مجلس منتخب، حتى لو في مشاكل بس يبقى عندك مجلس منتخب، عندك امين صندوق، عندك حسابك البنكي، تقدر تدير شؤونك لحين اشعار اخر. وبالتالي هو هيحصل انتخابات في كل الانديه عدا الاتحاد الكوره زي ما انا قلت لك. ليه؟ بالتوازي مشروع قانون الرياضه يطلع وياخد وقته، وبعد ما القانون يطلع ممكن يتعمل مرحله انتقاليه اخرى بناء عليه، ممكن يتعمل انتخابات جديده بناء على القانون الجديد ده، ممكن بعد 2-3 سنين ممكن تديله حقه او تعمله على الدوره بتاعه 25-29، بس يبقى عندك رؤيه وفكر لاداره الرياضه واعداد بيئه تشريعيه تهيئ للاستثمار، لان حضرتك القانون صدر وفتح باب الاستثمار، حضرتك شايف اي استثمار في ال4 سنوات اللي فاتت؟ مفيش استثمار رياضي، مفيش جذب رؤوس اموال للاستثمار، لان البيئه التشريعيه للاستثمار في الرياضه، مع ان الرياضه دي صناعه كبرى زي ما احنا بنقول، لكن للاسف القانون مش مساعد على اعداد البيئه دي، ان انا اضخ اموال وابدا استثمر في ظل بقى الجماهير، انا هستثمر ازاي وانا ما عنديش جماهير في المدرجات؟ يعني في ده منتج بقى، الكوره دي منتج كبير، فلابد ان يبقى في برضه اراده من الدوله لعوده الجماهير يعني. تمام استاذ نهاد حجاج طبعا المحامي الشهير، بشكرك طبعا والمشرف القانوني.